بيكم، أتمنى يكون الجميع بخير وصحة. النهاردة هنتكلم عن الموجة الثانية من فيروس الكورونا. للأسف انتشر فيروس الكورونا داخل مدينة بيتربورو بمعدل أعلى من الموجة الأولى اللي كانت موجودة في الربيع، وده راجع لتصرفات الأشخاص قبل فرض الإغلاق الثاني يوم 5 نوفمبر. حالياً نجد أن في كل 100,000 شخص أكتر من 200 شخص مصاب بالعدوى، وده بيأثر على الأشخاص في جميع أنحاء المدينة من مختلف الفئات العمرية ومختلف الأجناس. ومن المقلق أن بعض الأشخاص المصابين بالفيروس فوق سن 60، وده معناه أن السكان الأضعف والأكبر سناً معرضين لخطر الإصابة، وده هيخلي المستشفيات والخدمات الصحية للأسف تحت ضغط كبير، وهيأثر بالتالي علينا جميعا مش بس على الأشخاص المصابين بالفيروس. الناس الضعيفة والناس اللي بتعاني من أمراض مزمنة مش هتلاقي الرعاية المطلوبة والدعم المطلوب لو زادت معدلات الإصابة بفيروس الكورونا أو فضلت في الارتفاع. لذلك من الضروري أن نتخذ جميعاً الإجراءات الاحترازية، وهي أولاً أننا نمنع أو نقلل الاختلاط بالأشخاص اللي خارج المنزل قدر المستطاع، لأن ده سبب أساسي لانتشار الفيروس. تاني حاجة يكون الخروج من المنزل لأسباب أساسية زي الخروج للمدرسة، الجامعة، أو للعمل لو صعب أننا نشتغل من داخل البيت، أو الخروج لأسباب طبية أو أمنية زي الخروج لممارسة الرياضة خارج المنزل للحفاظ على الصحة والنشاط العام، أو لشراء الطعام والاحتياجات الأساسية، أو الخروج لرعاية شخص في حاجة للرعاية. زي ما نجحنا قبل كده في تقليل عدد الإصابة بفيروس الكورونا داخل مدينة بيتربورو، كمان نقدر دلوقتي إننا نوقف مسار الفيروس لو كلنا تعاوننا مع بعض. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وصحة. تحياتي انجي مورسي باركا بي فريندر مانجر.